أسرع وألذ وصفة للدجاج هي فاهيتا الدجاج، سادة كده تتاكل بالرز أو بالجبنة كسندويتشات. أهم ما في الموضوع إن الوصفة سريعة جدا ومنقذة في الأوقات الصعبة، ولذيذة جدا ومشبعة كمان. يلا نشوف طريقة تحضيرها. شوية زيت في طاس على النار، هضيف له بصل قطعته شرايح، هقلب البصل مع الزيت لغاية ما يدبل معايا. أول ما يدبل بالطريقة دي هضيف له صدور دجاج، نص كيلو من صدور الدجاج قطعتها لشرايح طولية بالطريقة دي. وطبعا الدجاج مغسل كويس جدا، نقعته في موية فيها أخل وملح لمدة ربع ساعة، بعد كده غسلته بالموية كويس جدا. هأفضل أحمص الدجاج مع البصل لغاية ما يقلب لونه للون الأبيض. بعد كده هضيف له ثوم مهروس، زي 4 فصوص من الثوم المهروس. هدي الثوم تقليبة كمان مع الدجاج، وأول ما يختفي معايا الثوم هبهر الدجاج. ملح وكركم، فلفل أسود، كزبرة وبهارات دجاج مشكلة، وكمان هعصر فيه نص ليمونة كبيرة. هأرجع أقلب تاني لغاية ما يتشرب الدجاج كل البهارات. بعد كده هضيف له نص كوباية من الموية وأخليه يستوي براحته. طبعا هنقلبه كل شوية عشان نتأكد إنه استوى كويس. هتبتدي الموية بتاعته تجيف تدريجيا، بس قبل ما الموية تجيف خالص، يعني زي آخر دقيقتين كده، يعني أول ما يصل المرحلة دي آخر دقيقتين والموية تجيف، هنضيف فلفل ألوان، ده أساسي طبعا في الفهيتة. وبعد كده الدقيقتين الجايات ديل تقليب مستمر لغاية ما تجف الموية تماما بتحت الدجاج. الفلفل ما بنضيفه من البداية عشان ما يبقى لنا لين، بنخليه في الأخير عشان يكون مقرمش مع الدجاج. طبعا كده الفهيتة انتهت. لو وصلت المرحلة دي ممكن نقدمها مع الرز، ولو ما عايزينها مع الرز زينا كده هنضيف لها موزاريلا، أي كمية نحن بنحبها، ونغطيها 3 أو 4 دقايق على نار هادئة لغاية ما تدوب معايا الجبنة. شايفين الجمال ده؟ كده الفهيتة بتاعتنا جاهزة كسندوتشات. أي عيش نحن بنحبه، أنا هنا استعملت العيش البلدي. الكمية دي بتعمل لنا 6 سندوتشات محترمة جدا ومشبعة خالص. زي ما قلت لكم أهم حاجة إنها سريعة جدا، ما هتاخد معانا وقت في عملها. مكوناتها بسيطة، أنا متأكدة إن كل العيلة هتحبها. جربوها وما هتندموا. كل المقادير هتلقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوا تضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. وما ننسى ندعي للسودان، ربنا يوقف الحرب ويحفظ أهلنا في السودان ويرجع لنا آمن يا رب العالمين. ومع السلامة في وصفة جديدة.